بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا Oh, yeah.
وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا وكان الكافر على ربه ظهيرا. يا رب يا رب. وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من أجر إلا اتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله أكبر. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. الرحمن فاسأل.
وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
السلام صم خرج من فوقي أنا سجود لما تأمرنا أنا سجود لما تأمرنا
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب ذاك كان ما يخافوش. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم كان
الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الله يبارك فيك، الله يحفظكم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
الله يبارك فيك. Yeah.
جميعا يا رب. خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام Yeah.
كريما بسم الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين What?
ومن حكم به عدل. ايها الاخوة المؤمنون كنا مبسوطين خاشعين في هذه الرحاب التلاوة القرآنية المباركة كان لها علينا فاضلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش المقرئ الشهير بالإذاعة والتلفزيون العربي والموقيم بطنطا غربية ونقلت لكم على شركة الصوت والضوء إدارة الحاج طلعت أبو ريشة بشبرا ملس. أما الفراشة الكبرى فتطلب من مخازن أولاد المعلم موسى عبد الرازق بصنبار. أيها السادة وإن لكم جزاء وسعيكم مشكورة ونترككم في رعاية الله وعنايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.